يا مساء الورد، قناة الشرقية الرائعة المفضلة عندي اللي يعتبرها بيتي، اللي قدمت بها أجمل سنوات حياتي وأجمل عطائي. شكرا جزيلا لوجودكم في هذا الكرنفال افتتاح فيلمي فيلم المعرس. أشكر اهتمامكم وأشكر تواجدكم. فيلم المعرس هو من بطولة الفنان الإماراتي الجميل يوسف الكعبي وبطولتي والفنانة إيمان العميري ومجموعة رائعة من الفنانين الرائعين، من إخراج الفنان المخرج العراقي حامد صالح. طبعا الفيلم فكرة جميلة جدا، فكرة كوميدية، فكرة ترفيهية، ولا تخلو من المسج الإنساني. طبعا فيلم المعرس بأحداث شيقة جميلة، ما أريد أتكلم أكثر داخل يعني الأحداث، لكن كل اللي أقول لكم إياه أنه وجبة خفيفة راح يشوفها المشاهد بأسلوب كوميدي جميل. شكرا جزيلا يا أحلى قناة، فنانتكم ميس قمر. أحبانا في العراق، من أرض الإمارات نرسل لكم الرسالة، نباكم تشوفون فيلم المعرس. فيلم المعرس طبعا معانا النجمة العراقية الجميلة ميس قمر، فحلو هذا التعاون المثمر ما بين الأشقاء، ما بين الإمارات وما بين العراق. أتمنى أنتم تحضرون هذا الفيلم، تشوفون هذا الخليط الجميل اللي موجود بهذا الفيلم، خليط تعدد الجنسيات، كيف إحنا قدمنا هذا المحتوى وصنعناه. أتمنى أن أنتم تحضرون وتشوفون وتعطونا رأيكم وتستمتعون إن شاء الله فيه، ولا الأمام دائما نحو الأفضل. أولا نشكر قناة الشرقية على تواجدها وحضورها ويانا اليوم بحفل العرض الخاص لفيلم المعرس، وشكرا لاهتمامها بكل ما هو عراقي، لأنه هي قناتنا العراقية الأولى، وسعيدين بتواجدكم ويانا بهذه التغطية، ونتمنى أنه الفيلم ينال إعجاب الجمهور بالعراق اللي راح تبدي عروضه بالعراق إضافة للإمارات بنفس التوقيت يوم 18 نوفمبر، وسعيدين جدا بتواجدكم. شكرا لكم. شكرا. اليوم جينا نحضر البريمير او العرض الخاص لفيلم المعرس، هو فيلم خليجي لايت كوميدي، والاحلى من كل شيء يعني انه اشتغلنا وتعبنا وكنا يعني كنا فيري نايس جروب كلنا مع بعض، فبوجه تحيه كثير كبيره للعراق، وان شاء الله تحضروا الفيلم ويعجبكم يا رب، واي كانت ويت اني اسمع ارائكم كلكم على الفيلم، وبحبكم كتير. إن شاء الله يا رب الفيلم يعجبكم. الفيلم رومانسي كوميدي لايت موفي، عائلي برضو في نفس الوقت. تعبنا جدا جدا في الفيلم دوت فعلا، يعني أنا بالنسبة لي أنا كنت رايح بصراحة أهزر، يعني الدور بتاعي كوميدي فأنا كنت رايح أهزر، بس لقيت الموضوع فعلا كبير، والمخرج حامد صالح بيدقق في أدق التفاصيل، فعشان كده احتجت لازم أن أنا أركز فيه أكتر وأتقمص الشخصية أكتر. شخصيتي عبارة عن إنسان مستبد المشاعر، نرجسي، بس في نفس الوقت رومانسي جدا، فحاولت أن أنا أمزج كل الحاجات ديت في نفس الوقت في نفس الشخصية ديت، ويا رب أكون نجحت فيها يعني، يا رب إن شاء الله. أنا واحد من ممثلين الفيلم، وطبعا أنا بحيي الشعب العراقي الجميل حبيبنا. طبعا أنا عارف أن قناة الشرقية هي من القنوات المشهورة جدا في العراق، وإحنا بنتابعها طبعا، واليوم هي حاضرة معانا عشان الافتتاح للبريمير طبعا لفيلم المعرس. يا ريت ان شاء الله تشرفونا وتشوفوا الفيلم، وان شاء الله يعجبكم. هو فيلم كوميدي وفي ناس كتير من مصر، من العراق، من الامارات، وانا مهند موجود فيه طبعا، واتمنى ان شاء الله يعجبكم، وشكرا لكم. سعيدين جدا بالفيلم، والفيلم كلش حلو، كنا ننتظر فارغ الصبر فنانين مبدعين، الفنانة ميس قمر والفنان يوسف الكعبي، نتمنى لهم الموفقية الدائمة، وننصحكم تشاهدون الفيلم.